أكيد حضراتكم متابعين المشاهد اللي حصلت في رفح من ساعتين تقريبا، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم. أكيد حضراتكم شفتوا مشاهد الأطفال، شفتوا الناس واللي حصل ليهم، عشان تعرفوا بس إن اللي ألقي عليهم صناعة أمريكية. علموا عيالكم إن اللي بتعمل كده أمريكا مش حد تاني، والإيد اللي بترمي إسرائيل، والخذلان المتآمر اللي ساكت حكام العرب. معلش يا رفح، معلش، لو جيرانك رجاله وقدروا على الخط الاحمر ما كانتش اسرائيل عملت اللي عملته ده. معلش لل 35 اللي ارتقوا لربهم، معلش في 35 سقطوا جنبكم، بس من الجنود. وفي فرق ما بين الرجاله لما بتواجه مباشره وما بين اللي ما بيقدروش غير على الحريم وعلى الاطفال فقط لا غير. معلش يا رفح، معلش على الخذلان طبع الله على قلوبهم. معلش يا رفح، معلش معلش، فهم أقرب للكفر يومئذ. خلينا أقول لحضراتكم من المشاهد اللي بتشوفوها، برجع على حضراتكم للشهر الأول من اللي حصل في أحداث أكتوبر، وهي يا جماعة لما تعرف إن هناك حدث جلل أو مصاب جلل باللي حصل في رفح ده، لازم تعرف إيه السبب اللي خلاهم يعملوا كده. انت بتتكلم عن هذه الفئة، نتنياهو والعينة بتاعته والمعتقد بتاعهم، هؤلاء نبي الله موسى برأي العين شافوه بيضرب بعصاه البحر فانفلق، فعدوا الناحية التانية. اي مشهد لأي انسان عاقل يؤمن بلا منازع، ولو غاب موسى 100 عام، ولما غاب عنهم سيدنا موسى 40 يوم رجع لقاهم بيعبدوا العجل. فانتوا لا يعني، بس انت فاهم الفئه اللي بتتعامل معاهم. وبعد اللي حصل والتوبه وي وي وي، قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فانت بتتعامل مع ناس طلبوا من الله عز وجل سبحانه وتعالى ان ينزل يقاتل بالنيابه عنهم. فخليك فاهم بتتعامل مع ناس عملوا ايه في الانبياء، وانت عارف عشرات 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 الانبياء عملوا فيهم ايه، وهم يعلموا علم اليقين انهم انبياء. فلازم المشاهد اللي حضراتكم بتشوفها دي تكون امر طبيعي. بس الامر الطبيعي اللي بتشوفوه النهارده من هذه المشاهد، لما خدوا الختم الاكيد بان الجنود اللي اتخذوا 3 أو 5 امبارح في عمليه الاسر اللي حصلت في مخيم جباليا والكمين المركب، لازم كان يعملوا مشهد زي ده. لان من طبائع نتنياهو، لو حضراتكم طوال ال8 شهور اللي فاتوا، كل ما بيتلقى هزيمه بيحاول يعني يغلوش او انه يعمل دوشة على هذه الهزيمة أو يعمل عليها شوشرة بحاجة أخرى، فيروح واخد لك لفت الانتباه من جنود يتم أسرهم بعد أكتر من 7 شهور ونص لأول مرة، ورشاكات صاروخية على قلب المدينة اللي بيعتبرها ضرت الأمن والأمان والتحصين. رشاكات صاروخية تصل يعني تروح لغاية عندهم، تخلي المصطفين بقى اللي موجودين على شواطئ البحر المتوسط يروحوا للملاجئ، بينما اللي لا يملكوا إلا الله وهو خير الحافظين معهم يقعدوا على شواطئ غزة وما يروحوا وما يتحركوش رغم الطائرات والصواريخ اللي رايحة جاية عليهم. فلازم تعرف بعد كمية الهزائم والخسائر اللي حصلت ليهم إنه يقوموا بهذا المشهد. لازم. وهعيد لحضراتكم الجملة تاني، واعرض لحضراتكم بقى اللي حصل لهم النهاردة والأعداد الكبيرة جدا جدا اللي بلغوا النهاردة، يعني 5 دبابات وشوية آليات كده، هجيب لكم التفاصيل دي كلها. أكتر من 35 ل 37 جندي وضابط سقطوا، لن أحدثك عن إصابات، سقطوا تمام. وهعرض لحضراتكم مجموعة الصور دي، لكن خليني أقول لك جملة يعني على المشاهد اللي حصلت في رفح دي. شوفوا يا جماعة، المشاهد دي اتشافت قبل كده وهتشوفوها بعد كده، وهتظل تشوفوا هذه المشاهد لغاية آخر شبر من سيطر عليه قولا واحدا. لكن في معلومة، طول ما حضرتك ما رفعتش الراية البيضاء كما فعلت اليابان، فتأكد أنك لم تهزم. اليابان لو ما رفعتش الراية البيضاء كان زمان كل أمريكا اللي حضراتكم شايفيننا الآن يابانيين، أمريكا بالكامل كان زمانهم كلهم يابانيين. لأن على أرض الواقع اليابان سيطرت وعملت كتير 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 فوق ما تتخيلوا، غير بيرل هاربل واللي عملته والكلام ده كله. لكن أمريكا ما كانش أمامها بد علشان تنهي اللي بيحصل ده غير بالبعبع. فالبعبع ده مش مقصر مع اللي بيحصل مع الغزاوية.
في عقيدة وفي إيمان وفي يعني شيء من الصمود ومن التحمل ومن الصبر. سبحان الله وتعالى ما تنوء به الجبال، سبحان الله وتعالى ربنا كتب عليهم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لن يضرهم من خذلهم، من خذلهم. فعشان كده عذرا يا رفح، لو كان جيرانك رجالة ما كانش ده حصل. نيجي بقى حضراتكم لصور الجنود وعدد الجنود اللي سقط، اللي هو بناء عليه حضرتك بتشوف المشاهد اللي بتحصل دي. دي صورة الجندي الأول اللي عاملين عنه مناحة. على فكرة يا جماعة الجندي ده لسه متخرج يعني من الكلية بتاعتهم، أو لسه متجند يعني، ما كملش حاجات بسيطة جدا جدا التجنيد بتاعه كده يعني. اسمه بالمناسبة سحر، اسمه سحر بودي. ايه اللي جاب بودي بقى في الدور؟ معرفش يعني. 20 سنة من تل أبيب في معركة في قطاع غزة، تمام؟ اللي بعد منه ده كان جنازة لحاخام، كانت الجنازة لواحد ضابط اسمه يسرائيل يوديكين، تمام؟ الحاخام إسحاق بار ححيم مؤسس الفوج، اللي هو اللي الجندي ده كان فيه. هناك فوج من قوات النخبة، الجندي اسمه يسرائيل يوديكين كان في هذا الفوج اللي هو مؤسسه الحاخام اللي صورته أمام حضراتكم ده. وكان يعني بيتكلم عن الجندي، يعني ما لحقش يفرح والكلام ده، قال له ما لحقش يروح غزه، هو على بره من بره خلص رجع تاني. ده اسمه شلومو جليبر. شلومو جليبر ده جندي اسرائيلي برضو ايضا سقط في الساعات القليله الماضيه. عند حضراتكم الصوره اللي امامكم دي اتنين اصحاب، دول اتنين ضباط في الجيش الاسرائيلي اصحاب، قال لك كبرنا سوا، لعبنا سوا، دخلنا غزه سوا، خرجنا مع بعض على مقابر كريات شاؤول سوا، لم ينفصلا في حياتهم وفي مماتهم. ده صورة الرقيب بتسأليل اللي انا لسه قايل لحضراتكم، كان في ناس كتير بيودعوه الكلام ده كله. لسه الراجل عنده 20 سنه، لسه ما كمل، لسه ما عملش حاجه. قال لك بيحلفوا بقى عندهم بالبتاع بتاعتهم، بيحلفوا ان بقول لك لسه ما هو يا دوب لسه داخل غزه رجع تاني، لسه كان بيهنئ والدته او بيودع والدته بهذا الشكل. دي صورته وكان بيودعها، لسه رايح، هو لسه متخرج، لسه رايح. قال لك رجع لها تاني، ماما انت رايح فين يا حبيبي؟ قال لها انا راجع تاني. علشان كده لما حضراتكم تشوفوا مجموعه الصور بتاعه الجنود دي، ده مجموعه صغيره، العدد اكتر من 35. يعني النهارده على سبيل المثال في 5 دبابات مركبه في مخيم جبلي، اكيد حضراتكم شفتوا الخبر صح؟ 5 دبابات مركبه دول جوه منهم كام واحد؟ ده لو جوه منهم 4 ويبقى العدد اكتر، فده 4 في 25، وكان في جرافتين كل جوه منهم 2 في 2 ب4، ادي كده كام؟ 24. وكان في ناقله جند، فناقله الجند دي جواها كام؟ 5 8 اقل حاجه 8 وفيها 14، ف 8 و24 بكلمك في 32، وادي مجموعه 4 5 صور عرضتهم لحضراتكم. فانا بكلمك في 5 في 37 ل 40 جند وضابط سقطوا النهارده. علشان كده حصل اللي بيحصل في رفح. سلام عليكم.